تحدث وزير الخارجية الأوكراني عن هذا الأمر، وللمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف مباشرة الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عبد الفتاح. أستاذ محمد، بعد التحية، كيف تتابع الموقف الآن في الأراضي الأوكرانية؟ صباح الخير على حضرتك أولا وعلى السادة المشاهدين. حقيقة الأمر أنه ما أراه هو لا جديد فيه يذكر ولا قديم يعاد. الغرب لم يتعلم الدرس وأصر على استفزاز روسيا وفلاديمير بوتين بشكل غير مفهوم. نفس هذا المشهد تكرر في سوريا في العام 2008، وكانت الولايات المتحدة وقتها بإدارة أمريكية تحت قيادة جورج بوش الابن، وأصرت على أن تنضم جورجيا إلى حلف شمال الأطلنطي، وعارضت روسيا الأمر بشدة، وتم دفع واستفزاز روسيا بشكل فج جدا للدخول الأراضي الجورجية، وما حدث بالفعل، ودخلت الدبابات الروسية حتى العاصمة تبليسي، ولم تخرج إلا باقتطاع إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. في العام 2014 نفس الأمر تكرر، وانتهى الأمر في أوكرانيا، وانتهى الأمر بأن روسيا استعادت شبه جزيرة القرم وساعدت انفصاليين في شرق أوكرانيا في حرب أهلية انتهت باقتطاع إقليمي لوغانسك ودونتسك كجمهوريات منفصلة عن أوكرانيا، وهي الجمهوريات وهي الجمهوريات التي اعترف بها فلاديمير بوتين مؤخرا. لست أفهم حقيقة لماذا هذا الإصرار الغربي الأمريكي على ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلنطي. ما الذي ستضيفه أوكرانيا إلى الحلف؟ يعني هل مثلا أوكرانيا دولة هي قلعة صناعية كبرى؟ هل دولة هي دولة تمتلك ترسانة نووية ضخمة؟ هل تمتلك أسلحة فتاكة سوف تضيف إلى حلف شمال الأطلنطي؟ لا شيء من هذا على الإطلاق. الغرب في تقديري لم يترك لفلاديمير بوتين أي خيار سوى أن يدافع عن أمنه القومي وأمن بلاده، وهو كان مضطرا إلى ما فعل. إذن نحن أمام عملية عسكرية محدودة كما أشارت روسيا، أم ماذا؟ حقيقة الأمر أن يعني لا نستطيع أن ننظر إلى التصريحات، يعني هذا تصريح سياسي، ولكن يبدو أن الوضع على الأرض يقول غير ذلك. يعني في البداية أيضا روسيا قالت أنها لا نية لديها للحرب ولا نية لديها للغزو، ولكن الآن الحرب أطلقت على كل الجبهات، وتقديري أن الأمر لن ينتهي إلا بعزل هذا النظام القائم في كييف الذي يراه فلاديمير بوتين مواليا للغرب، هو نظام الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وأغلب الظن أن الأمر سينتهي بعزله وتولية شخص آخر موالي لموسكو. في سياق ذكرك ضيف الكريم أستاذ محمد للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كيف تابعت كلمته الأخيرة للشعب الأوكراني والمواطنين الروس المقيمين في أوكرانيا؟ هي كلمة طبيعية في مثل هذه الأجواء، يعني من الطبيعي أنه أن يطالب شعبه بالتماسك، من الطبيعي أنه أن يقول أن الجيش الأوكراني قوي وأن الجيش الأوكراني قادر على الدفاع عن بلده، هذا أمر طبيعي ويمكن تفهمه، ولكن من يحدد النتيجة النهائية؟ هو دعا إلى التعبئة أيضا، يعني دعا كل من له خبرة في العمل العسكري للتوجه إلى مراكز التعبئة. لا، هذا امر طبيعي، هذا امر طبيعي، ولكن في النهايه المحصله النهائيه تحددها المعطيات على الارض. يعني المقارنه ما بين الجيش الاوكراني والجيش الروسي بالتاكيد لن تكون في صالح الجيش الاوكراني، ارى انها مغامره عسكريه ستنتهي كما انتهت سابقتها في جورجيا في العام 2008، وكما انتهت ايضا نفس المغامره امام الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق اوكرانيا في العام 2014. يعني يجب ان اسال هنا، الى اي مدى ان تصمد المنظومة الدفاعية الأوكرانية أمام روسيا أستاذ محمد؟ يعني بالتأكيد هي لن تصمد كثيرا، يعني في تقدير بعض الخبراء العسكريين الأمر قد يعني لا يتجاوز الأسبوع على أقصى تقدير. أسبوع؟ على أقصى تقدير. الدول الأوروبية والولايات المتحدة في هذا الأسبوع، يعني هو الدول الأوروبية والولايات المتحدة، يعني الأمر لن يخرج عن تصريحات الشجب والإدانة والتوعد بفرض العقوبات، وهذه العقوبات هذه العقوبات بمرور الوقت تفرغ من مضمونها، كما حدث من يعني كما رأينا في العام 2014 تم فرض حزبة من العقوبات، وهذه العقوبات
تم تفريغها من مضمونها، لان ليس كل الدول، لان الكثير من الدول الاوروبيه لا تستطيع الاستغناء عن التعامل مع روسيا. المانيا وفرنسا على سبيل المثال لا تستطيعان الاستغناء عن الغاز الروسي والعديد من الامور التي يتم استيرادها ويتم توريدها ايضا الى الاسواق الروسيه. نعم، الاستاذ محمد عبد الفتاح الكاتب الصحفي كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.